السلام عليكم ورحمة الله. ممكن أنتم ملاحظين إن إحنا النهاردة اتكلمنا كتير وحذرنا من المعارضة المستأنسة أو الكرتونية أو الظاهرية، لأن إحنا تعبنا والموضوع كمان يا جماعة لا يخضع لوجهات النظر، ومش مسألة حب وكره، لا الموضوع خطير ومضر جدا. ادعاء إن في واحد برلماني، إن ادعاء أصلا في برلمان عند السيسي أصلا، ده في حد ذاته مصيبة ان انت تعتبر ان ده ان عنده برلمان، او ان واحد عجبك كلمتين منه وانت مكسل تفكر. احنا تهرينا خلاص يا جماعه. كان من اكتر واحد معارض فتره من فترات ايام حسني مبارك مصطفى بكري، وعشنا بقى مع حمدين ليالي ورجب حميده ووائل البراشي ومنى الشاذلي، واخد بال حضرتك ازاي؟ وبرادعي يروح وبرادعي يجي، يعني فبلاش يا جماعه ان احنا نكرر، يعني ندمن هذا النوع من ال 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 مش يعني ان احنا نخدع نفسنا. طيب احنا قلنا عشان تعرفوا خطورة الموضوع، احنا قلنا ان في الحملة تفضل الدكتور محمود وهبة وشرح لنا فكرة الديون الفاسدة، وقال لنا ان في حاجة اسمها ديون فاسدة، طريقة الاقتراض اللي قام بها السيسي ممكن الطعن بها بان هي فاسدة. وفاسدة دي معناها ان انت ممكن تطالب بعدم باسقاطها، وقال لك ان في سوابق وكده لهذا الموضوع. طبعا الموضوع مش سهل، وهو نفسه قال ده محتاج خبره كبيره ومجهود كبير ومتخصصين، واهم حاجه الحاضنه الشعبيه، ان الناس كتير تؤيد رفض هذه القوانين، رفض يعني رفض البيع هذه المعاملات، وده اللي احنا بنحاول نعمله في الوثيقه. وطبعا زي ما انتم شايفين يعني الدعم اللي بنجده كبير جدا جدا من الناس، من الاعلام اللي هو موجود في تركيا، الناس اللي هي الكمل دول. وده ناس تقول لي يا طب يا خالد انت بتهاجمهم جامد، ما هو يعني الموضوع مش عارف انت كنت متوقع ايه. والله ما متوقع غير كده، ومن اول يوم انا قايل فأنا مش مصدوم ولا حاجة، بس من الأمانة إن إحنا نشاور عليهم ونقول لهم أنتوا مش إعلام ثورة، أنتوا إعلام سبوبة. لأن الموضوع كله إحنا دلوقتي بنتكلم على إعادة قروض، هنتكلم بعد كده على معتقلين، هنتكلم على كده على يعني الموضوع مش بتاع كده يعني. المهم، فالقروض اللي أنت بترفضها دي، اللي أنت بتقول فيها عيوب معيبة وبتحاول إن أنت تسقطها، من ضمن الحاجات اللي هيطعم بيها، اللي هيرد عليك في وشك السيسي ايه على طول؟ البرلمان. هيقول لك ما في برلمان وافق عليه. من حسن الحظ ان معظم القروض البرلمان ما وافقش عليها، يعني حتى وافق عليها بعد اخذ القرض. طبعا مش في باله، هو يا عم مش في باله. ففي لكن في او ابتدي يعمل مجلس تشريعي تاني اللي هو الشيوخ، ليه؟ عشان يحاول ان هو ينظف. طيب هل انت عندك برلمان؟ استحاله طبعا ان يكون عندك برلمان. وبعدين تخيل ان في برلمان ده لا يصدر من واحد شخص عاقل او شخص محترم، فاعتبرنا فنفترض ان في واحد عبيط، يعني مثلا وقع على دماغه وهو صغير وتخيل ان هو برلمان، يروح يخش في البرلمان. طيب ماشي، هم هينجحوه بقى؟ يعني انت مقتنع انت كراجل معارض للسيسي ان هم هينجحوه ساعتها؟ طب بعدين يروح يعترض ويعمل معارضه وكده ويسيبوه؟ يعني السيسي اللي هو شال صدق صبحي وزير الدفاع المحصن دستوريا 8 سنين، راح شاله وحبس الفريق عنان، وحبس الفريق اللي هو معصوم، وحبس شفيق وهشام جنينه، ومحتار قوي في الراجل اللي هو البتاع دول، شاله محمد انور السادات، وهو طبعا يعني اتقل محمد انور السادات اللي هو اخو طلعت السادات الله يرحمه، شالوه عشان قال طرح بس فكره يا جماعه، هو بمنتهى اللطافه خالص، والله عارف لطيف خالص كيوت جدا، قال لهم طب هو ظابط الجيش يا جماعه بيحتفظ بالمعاش بتاعه وبيشتغل بياخد مرتب جديد بعد ما بيطلع معاش، طردوه لفوا له هدومه في بوقه ورموه بره. فيا جماعه كفايه، احنا ادمنا يعني، هل احنا ادمنا ان احنا الناس يعني تخدعنا؟ طبعا الكويس قوي ان الاغلبيه الساحقه كانت ماشيه معانا، لكن احنا عاوزين نوعي الناس كلها. طيب السيسي بقى وجه الخطوره في ايه؟ ان السيسي يقول لك ايه؟ يجي بعد كده يقول لك ايه في القروض اللي هياخدها وفي البيع اللي بيبيعه، والله انا عرضت الكلام ده على البرلمان. هتقول له ليه؟ هو انت عندك برلمان؟ ما شاء الله، وانت عندك، يقول لك ده انا عندي برلمان، وبرلمان بحاول حقيقي، وكانت في ناس بتعارضني، وممكن يروح يجيب لك الفيديوهات اللي انت فرحان بيها دي، يعني ممكن الفيديوهات دي اللي انت المفروض تشوفها ويعني وتفهم تكون هي السند، قال والله كان عندنا وكان في ناس بتعارض اهو. بس في يا جماعه في بيوت الدعاره، وانا اسف مش لاقي مثل اقوله على البرلمان اقرب من كده أو غيره،
في بيوت الدعاره دايما تلاقي واحده ست في افلام حسن امام كلنا حافظينها، لابسه طرحه وماسكه سلاح، فيجي حد يخبط على الباب فتقول له ازيك يا ابني عامل ايه؟ يقول لها مش عارف سونيا مين يا ابني، ما فيش حد بالاسم ده، طب استنى بس اسيبك عشان اخطف العشاء. هو ده هو ده، ودي بتبقى اسفل واحده واحط واحده. فانت ما ينفعش ان انت كمان تشارك في خطتهم وتقول ان ده برلمان اصلا، عشان احنا عمالين نجري وعمالين يعني نتعب نفسينا. شايف الدكتور محمود وهبه ربنا يكرمه، يعني المجهود اللي بيبذله طبعا عشان يوضح. الدكتور مصطفى شاهين النهارده بيتكلم، ربنا يكرمه طبعا برضو شرفنا، صاحب من اصحاب البلد، بيتكلم على موضوع البيع القطاع العام وما يشوبه من عوار، وازاي ان احنا خدنا بحكم قضائي بعد كده استعدنا عمر افندي. هو السيسي بينط في الكلام ده في ايه؟ انه بيحاول يلزقها يقول لك ده برلمان، يعني علي علوكه ده برلمان، فانت بقى كمان هتساعدهم وتقول لهم اه والله ده كان في معارضه، يعني ارحمونا صح ارحمونا. فالنهارده برضو فوجئنا، برضو انا فوجئت والله بالصدفه من يومين ان المستشار احمد عبد العزيز مستشار رئيس مرسي رحمه الله عليه موجود متواجد معانا. وانا يا جماعه يعني كل الاصدقاء انا بعتذر لهم، انا مش داخل بحسابي فمش عارف، ما بيوصلنيش، انا داخل بحساب تاني ما بيوصلنيش للاصدقاء، وانتوا اصحاب بلد مش منتظرين ان انا ادعوكم. لقيت برضو المقدم محمد صلاح حكم دار الثوره، حكم دار الثوره انت تخش تكتب، يعني انتوا ناس كتير، وناس كتير طبعا انا متاكد ان انا مش عارف، فما ما تنتظروش مني ترحيب، انتوا اصحاب البلد ودي بلد مش بلدي، فخشوا وساهموا معانا زي ما عمل الدكتور مصطفى شاهين والدكتور محمود وهبه، واحنا محتاجين قانونيين في الفتره اللي جايه دي، لكن في نفس الوقت يبقى بوعي. ما ينفعش ان انت تيجي دلوقتي تقول لي تعتبر ان ده برلمان، ويجي بعد كده يقول لك اصل انا عملت المشاهدات دي والحاجات دي والعلاقات دي والمعاهدات دي والبرلمان وافق عليها. ما هو البرلمان وافق على تيران وصنافير، فانت لازم تقول من الاول ان ده مش برلمان، واللي موجودين دول مش بني ادمين، واللي بيعارض ده مش معارض. فلما تيجي قنوات حتى كمان تقول لك ايه البرلماني، قنوات مفروض ضد الانقلاب يقول لك والبرلماني احمد طنطاوي اللي هو الكويس وكده، دول بيشتركوا في مؤامره يا اما عن غباوه يا اما عن تواطؤ. ما هو بعدين ما فيش واحد بيفضل طول عمره غبي كده، يعني ما انت لما تقول برلمان وحتى كمان المعتقلين مش هتعرف تطلعهم، هو دلوقتي بيقول لك ايه ده قضاء، فالقضاء قبض عليهم في حاجات جنائيه مش سياسيه، هو ده اللي بيقوله. فانت لا ده قضاء ولا ده برلمان ولا ده اللي المفروض نعمله، والا مش هتعرف حتى كمان تطلع المعتقلين، ولا هتعرف تجيب فلوسك، ولا هتعرف تعمل حاجه. شفت بقى الموضوع مش انا بحب مين وبكره مين، صح؟ هو انا كنت صوتي عالي شويه؟ معلش مش عالي تاني، اشوفكم على خير ان شاء الله.